حبيبتي انا مبسوطه جدا ان انا هنا. انت يعني السنه دي عامله حاله مش طبيعيه، مفيش حد على السوشيال ميديا قاعد كده بيعمل دلوقتي سكرول لاي حاجه، بيتفرج على اي حاجه فيسبوك انستغرام وات ايفر، هو فاتح ايه هيلاقي صورتك بالكوميكس بكلام بالناس متابعنا معاكي جدا. لكن اكتر سؤال جاي الناس عايزين يعرفوا، رحمه كانت فين قبل الكيمياء؟ انا خريجه كليه علوم. اوكي، ما كانش خالص التمثيل في دماغي يعني، وبعدين دخلت مسرح الكليه بتاع كليه العلوم وكملت بقى من ساعتها يعني، حبيت قوي الموضوع وكملت مسرح. اتخرجت 2017، ومن بعد 2017 اشتغلت شويه بشهادتي اللي هي العلوم، وفي نفس الوقت برده كنت شغاله مسرح. وبعدين جات لي فرصه امين وشركاء مع استاذ احمد امين، وده كان اول بقى حاجه حقيقيه اعملها يعني. بعدين جات لي بقى فرصه الكبير، وبس بقى وحصل اللي حصل. من 3 شهور تقريبا كان منورني في راديو 90 90 استاذ احمد الجندي، مظبوط، وقعدنا نتكلم بقى عن الكبير وهتعملوا ايه ومين اللي هيجي مكان هديه، وقال لي معايا مفاجاه، معايا بنوته هتكسر الدنيا. وكان متوقع انه يعني هو حاطط ثقته في محلها. احكي لي بقى، هو اصلا البدايه بدات ازاي؟ هو اللي انا اعرفه ان انا ترشحت ليهم من كذا حد، بس بصفة أساسية كان سمعوا ان انا بعمل مسرحية اسمها ديجافو، كانت اخر حاجة بعملها يعني مسرح مع حمزة العيلي واحمد السلكاوي، اخراج احمد فؤاد، وكانت بسمة ماهر برضو استاذ تامر نبيل، كلهم كانوا معايا، وكنت بعرض المسرحية دي، وهم جم نوروني استاذ احمد الجندي واستاذ احمد مكي واستاذ احمد خيري. كنت عارفه ان هم جايين ولا عرفت فجأة؟ قبل العرض بحوالي 10 دقايق، ما اعرفش ان هم جايين، وما اعرفش اصلا ان هم بيدوروا على حد مبدئيا. جايين كده يعني؟ يعني انا ما اعرفش ان هم بيدوروا على حد، وما اعرفش ان هم اصلا جايين. فتقال لي في الكواليس وانا واقفه مستنيه الستاره تفتح ان هم تحت وبتاع، فاتبسطت طبعا جدا. انا اصلا بحب، انا من فانز اصلا احمد مكي يعني، دي حاجه كانت بالنسبه لي. انا طول الوقت بقول له انا بالنسبه لي ان انت طول الوقت كنت انا جمهورك يعني، ان انا اقف قصادك برضو دي حاجه كبيره برضو قوي. يوم بقى وانت في العرض واتفرجوا عليك، اكيد كنت متوتره برضو شويه، ومخرج بحجم احمد مكي ونجم زي احمد مكي طبعا. طبعا بعديها على طول، اول تواصل بينك وبينهم او ازاي عرفتي ان هم اختاروا ان رحمه هتبقى موجوده في الكبير؟ جات لي مكالمه قالوا لي تعالي نورينا في المكتب وبتاع، بس فروحت ايه ده والله، طب انتوا بتتكلموا على دور ايه وبتاع؟ فقالوا لي دور اسمه مربوحه وهتبقى زوجة الكبير الجديده. فقلت ايه ده، فاتبسطت اكتر من اي حاجه ثانيه، اتبسطت. ومع الوقت لما دخلت جوه الموضوع ابتديت اقلق شويه، اخاف شويه، تجربه كبيره وجديده في نفس الوقت، فطبيعي ان انا اكون قلقانه جدا.